بوينت. السلام عليكم، اليوم غنتكلموا على واحد لور. هاد لور هذا فريمون اللي عجبني بزاف، وبغيت نشاركو معكم ونبارطاجيه معكم اصدقاء الرياض. فيه دي كولوري اللي هما دي كولوري زوينين. نخليكم تعرفوا على جينزا تايد لا شادو هوك. هاد لور هذا اللي هو فريمون ان لور دو فينيس. هاد لور هذا قصيدو به بزاف في بلا بلون، في الوقيته اللي هي كيكون مخبي في الربيع. في غالبيه الاحيان كنصيدو به ويتليس، زعما بلا بلون. هاد اللور هذا اللي هو سكال لور دو فينيس، لور كنديروه في امونتاج سواء بامسون تيكسون ولا افيك ان جيغ هيد. تقدر تستعمل بزاف ديال الطرق، من بينها كتقدر تصيد به اون سيرفاس، حيتاش ديجا افيك لو بوا ديالو و سي 12 سنتيمتر في الطول، فريمون سي تالور لي غيخرج مزيان. المونتاج ديالو ساهل كما كاع لي لور سوبل، ما كيخصك الا انا مسون ديال 5 ولا 4. انا هنا كنستعمل 5، هنا غندير ليها مونتاج. خصني اللور فوالا فوالا، لا كو ديالو لا التيل ديالو فريمون كيتحرك مزيان. اي سوفي جوست انه يوصل لو فون، راه بلا ما تحركو كاع نهائيا هو اوتوماتيك مو افيك لي كوروندو غيبدا يتحرك راسو، غيبدا يبوجي. نزيدو واحد المونتاج اخر اللي كما كنت درتو في واحد لا فيديو ديالي السابق، واحد المونتاج سميتو دانكيريغ. فريمون كيتجيب جوج ديال المونتاج اللي كتستعمل فيه جوج ديال لي فلوك. هذا ستا لور فلوك، كاتيجوري فلوك. كتجيبهم بجوج بهم كيلعبوا فريمون بحال شي جحوتات غاديين كيتسارعوا. كامل لي كولور اللي عجبوني انا صراحه، كاين هاد الموف، هاد لا كولوري هادي، كاين هاد الخضر هذا لي بريون ولا خطوطه كحلين فوالا. كاين هاد الخضر هذا حتى هو جرين، الخضر عادي، داك لو فيغ عادي اللي كيعرفوا الاخوان كاملين. هاد الخضر هذا راه مزيان وخطير بزاف حتى هو، راه كيخدم فوالا. هادو تروا كولوري اختاريت لكم انا، هاد لي تروا كولوري هادو، حيتاش بالنسبه ليا هادو هما لي كولوري اللي خاصهم يكون عندك في البواط. كاينين دوطر كولوري، هادشي سا ديفير من عند كل واحد وواحد، من كل عند رايس ورايس. كل رايس كيصيد بلوك ولا كيعجبو ديال دي كولور اللي كيشوف فيهم بانهم هاد لي كولور هادو راه زعما راه خدامين ليه ولا كيخدموا ليه. كما كنقول ديما تبع الحدس ديالك، فكر الا قال لك راسك راه هنا لونسي هنا راه كاين الحوت، لونسي راه كاين الحوت باي لور باي واحد. ما نساوش نحافظوا على الحوت ديالنا وعلى الثروه السمكيه ديالنا، حيت راه غاديه في الدمار فريمون. خاصنا نراجعوا واحد شويه التصرفات ديالنا. الاخوه اللي كيمشيو للمصيد ديما كما كنقول، هذه كنقولها ديما في الفيديو ديالي. الاخوان ملي كتمشي تصيد وكتجبد واحد لابواط فيها اللور، فتاخذ اللور ديالك، ما كنلوحوش لابواط، ما فيها باس، راه هي بواطه صغيره، جمعها وديرها في الصاك. راه المصيد ديالك الا بقى نقي غنجي انا وغنلقاه نقي ونخليه لك نقي، حتى تعاود ترجع ليه مره اخرى. الا جيتي انت تلوح والاخر يلوح والاخر يلوح جوست كاكون، هاد التصرفات هادو اللي هما شويه لا مسؤوله. نتشوفوا فيديو اخر مع لور اخر. تشاو.